ازيكم يا شباب، اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة فان اند ساينس. هنكمل في الكيمياء النووية لطلاب الدبلوم العام. اتكلمنا في فيديو المرة اللي فاتت، كنا ابتدينا في شابتر 2 واتكلمنا فيه عن الاستابيليتي والديكاي، واتكلمنا عن الاود ايفن رول، اتكلمنا عن البايندينج انرجي واخدنا عليها مسألة، وخدنا سؤال برضو ازاي العدد الفردي والزوجي بيفرق بتاع البروتونز والنيوترونز في الثبات بتاع النواة. اتكلمنا على ال ان بي ريشيو وامتى بتبقى الذرات داخل الجدول ثابتة ومستقرة وامتى بتكون راديو اكتيف، وهنتكلم في باقي الشابتر ده النهاردة برضو على موضوعات من الاساسيات السهلة، وهنبتدي من المرة الجاية نخش في حاجة اكثر تعمق شوية. هنتكلم النهاردة عن أنواع الجزيئات اللي ممكن إن هي يحصل لها تفقد في الإشعاع، سواء كنا بنتكلم عن ناتشورال أو ارتفيشيال راديو اكتيفيتي، لو أنا بتكلم عن إشعاعية صناعية أو طبيعية، إيه أنواع الجزيئات اللي ممكن تفقد هنا وإيه أنواع الجزيئات أو الأشعة اللي ممكن تفقد في الحالة دي. هنعمل كمان مقارنة بين الفيجن والفيوجن، ما بين النيوكلر فيجن والنيوكلر فيوجن، أو ما بين الانشطار النووي وما بين الاندماج النووي. محاضرتنا سهلة النهاردة، وقتها صغير مش كبير. بداية من المرة الجاية هنتكلم في طرق متخصصة بقى لفصل المواد المشعة عن بعضها البعض، وهنتكلم فيه بعد كده في المفاعلات والكواشف زي ما اتفقنا. خلونا نبتدي كده مع بعض، ايه هو الـ artificial والـ natural radioactivity، ايه اللي هيجرى فيها؟ خلونا نبدأ مع بعض. احنا كنا واقفين يا جماعة على العنوان بتاعنا اللي هو الـ natural and artificial radioactivity. هنبتدي نتكلم الاول على الطرق الـ natural radioactivity. هيهمنا ايه في الجزء ده يا جماعة؟ هيهمني المعادلات قوي، ان انتوا تبقوا عارفينها وان انتوا تبقوا عارفين كل جسيم هيخرج من النواة او هيحصل في الاشعاع ان هو يفقده الذرة هيؤثر على العدد الذري بكام وعلى عدد الكتلي بكام. خلينا كده نبص مع بعض. اول حاجة عندنا في الاشعاع الطبيعي ممكن ان الذرة تفقد جزيمات الفا. طيب جزيمات الفا دي هتأثر ازاي؟ زي ما بقولكوا كده يهمني قوي ابقى عارف هي هتعمل ايه في العدد الذري والعدد الكتلي. بنقول the atomic number decrease by 2، العدد الذري هيقل بمقدار 2، والماس نمبر اللي هو العدد الكتلي هيقل بمقدار 4 decrease by 4، لان الفا بارتيكل دي بتعادل خروج جزيء هيليوم. يعني انا لما اجي ابص في المعادله والاقي فيه هيليوم خارج في النواتج، هو لو انا كتبت He2 4 او اكتب الفا 2 4، اكتب 2 تحت و4 فوق، فخروج جسيم الفا هو كاني بالظبط خرجت ذره هيليوم. تعال بص كده على المعادله، وزي ما بقول لك المعادلات هتهمني. لو انا عندي اليورانيوم 92 238 وخرج لي هنا جسيم الفا، ايه اللي حصل للعدد الذري؟ كان 92 اصبح في الناتج الثوريوم اللي هو اتكون 90، يبقى انا هنا العدد الذري فعلا قل بمقدار 2. كان عندي العدد الكتلي 238 أصبح 234، يبقى العدد الكتلي هنا قل بمقدار 4. يبقى أنا هنا عندي أبقى واخد بالي كويس إن أنا الجسيم اللي هيخرج هيأثر لي في الأعداد الذرية والكتلية إزاي. هاجي على جسيم بيتا، لو جيت تبص على بيتا كده هلاقي إن هو فوق 0 وتحت سالب 1، فده بيؤدي لإيه؟ بيؤدي إن خروج جسيم بيتا بيعمل لي ان الاتوميك نمبر انكريز مش ديكريز، انكريز باي 1 هيزيد بمقدار 1، بينما الماس نمبر ستيل از ات از يعني هيبقى هيظل كما هو لان ما حصلش تاثير من فوق. ازاي؟ لو جيت اخدت هنا الثوريوم كان العدد الذري بتاعه 90، لما خرج جسيم الفا لقيته 91. ازاي؟ انا المفروض عندي اصلا داخل الكيمياء النوويه شباب لو جمعت الطرفين الاقي نفس العدد. يعني فوق كده لو رجعنا هنا كان تحت فيه 92، اجمع الطرف الشمال اليمين والشمال كده تلاقيهم قد بعض، عندنا 90 زائد 2 هيجيب لي 92، 4 و234 هيجيب لي 238،
فهنا 234 هي الناحية التانية 234 وزيرو. تحت هنا 90 و91 ناقص 1 هيجيب لي 90. يبقى أنا باستمرار الطرفين هيكونوا قد بعض. جت منين؟ الجسيم بيتا خرج منين؟ خرج عن طريق تحول النيوترون إلى بروتون زائد جسيم بيتا. ده نضيفه للتحولات اللي كنا بنتكلم فيها في أول محاضرة. النوع الثالث من الإشعاع الطبيعي، أنا الإشعاع الطبيعي ما عنديش غير ألفا وبيتا وجاما. جاما المفروض إن هي مش جسيمات، هي المفروض أشعة، وبالتالي هلاقي إن هو no effect، مفيش أي تأثير لا في الماس ولا في الأتوميك نمبر. يبقى أنا لو خرج جسيم ألفا أو بيتا هيأثروا لي بالكلام اللي قلناه فوق، بينما أشعة جاما، جاما راديشن، مش هتأثر خالص لعدد كتلي ولا ذرة. بالنسبة للارتفيشال راديو اكتيفتي اللي هي هتحصل عن طريق بقى تدخل الإنسان داخل المفاعلات النووية، فهلاقي إن الموضوع معتمد الأول على ثلاث حاجات. أول حاجة البومباردمنت تايب اللي هو نوع القذيفة، أنا بمسك الذرة بتاعتي بقذفها بحاجة بسميها المقذوف وبشوف ده هيأثر في خروج إيه. فأول حاجة هتأثر عندي نوع القذيفة اللي أنا هقذف بيها دي. الحاجة التانية طاقة القذيفة البومباردمنت انرجي، طبعا كل ما كانت الطاقة كبيرة كل ما بيتغير الناتج اللي خارج أصلا. رقم 3 تايب اوف تارجت، ونقصد هنا بالتارجت الذرة اللي أنا هقذفها. يبقى في فرق ما بين تارجت دي الذرة نفسها، بينما البومباردمنت ده الجسيم اللي أنا هضرب بيه سواء بقى كان ألفا نيوترون وهكذا. تعال نشوفها بمثال. عندي هنا البومباردمنت تايب، لو أنا خدت النيتروجين 714 وقذفته بالنيوترون هلاقي إن هو هيكون لي إيه؟ هيكون لي كربون 614 زائد H11. خد بالك برضو طرفين المعادلة يمين وشمال الأعداد الذرية والكتلية قد بعض، تحت 7 هنا 7، فوق 15 فوق 15. بيأثر في إيه البومباردمنت تايب؟ إن أنا لو أخدت نفس الذرة اللي هو N714 وقذفته بحاجة تانية مختلفة عن النيوترون، لو قذفته بجسيم ألفا لقيت الناتج اختلف، التاني أكسجين ما ادانيش كربون. الحاجة التانية لو أنا عندي البومباردمنت انرجي، لو جيت بصيت كده لو خدت ألمونيوم وقذفته بالنيوترون بس قذفته بنيوترون بطيء ببطء سلو، لقيت ان هو كون لي المغنيسيوم، في حين ان انا اذا قذفته بسرعة لو النيوترون ده كان سريع لقيت ان اتكون عندي الصوديوم. لو بصيت على المعادلتين هلاقي الاثنين مختلفين، ولكن باستمرار طول ما انت بتذاكر عشان تسهل على نفسك في حفظ المعادلات دي، الطرف اليمين والشمال لازم زي ما بقول لكم كده يكونوا قد بعض في الاعداد الذريه والكتليه. الحاجه الثالثه احنا اتفقنا التايب اوف تارجت اللي هو بقى هغير فيه الذره اللي هي انا بقذفها بالفعل، هنا نفس المقذوف اهو النيوترون ولكن غيرت الذره اللي انا بقذفها، فطبعا هتطلع لي نتائج مختلفة. هنا النيتروجين طلع كربون والألمونيوم طلع مغنيسيوم. يبقى أنا في ثلاث حاجات متحكمة في الارتفيشال راديو اكتيفيتي، إن أنا عندي نوع القذيفة إيه، طاقتها إيه، والذرة اللي أنا بضربها أصلا بالمقذوف ده مين. الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه هو الراديو اكتيفيتي ديكي، هيكون في عندي كام قانون كده وممكن تجيني عليه مسائل. القانون بيقول لي ايه؟ عندي كده هبتدي المعادلة الاولانية بتاعتي بتقول لي ان N بتساوي N نوت E أس سالب، ما تنساش سالب، لامدا T. مين بقى الكلام ده؟ ال N ده عدد الـ number of nuclei، ال N ده number of nuclei. يعني ايه number of nuclei؟ يعني عدد الالكترونات الانوية سوري اللي موجودة عند زمن T. هنفهم الكلام ده في المسألة بوضوح. while n نوت ده بتشكل ايه؟ ال n نوت دي بتشكل لي عدد الانوية عند time 0. الفرق ما بين ال n-تين؟ عند n 0 عندي مثلا نفترض 1 جرام من المادة، بعد مرور time مثلا بعد ساعة العدد اللي هيكون متبقي هو ده ال n مش ال n نوت، لان احنا اتفقنا من اول مرة ان انا بيحصل عندي اشعاع، وبالتالي بلاقي ان في حاجة عندي اسمها فترة عمر النصف زي ما اتفقنا. فباستمرار هلاقي ان العدد عند الزمن T غير العدد الاصلي اللي كان موجود في الاول لان في اشعاع، يبقى ان ده عدد الذرات عند مرور زمن معين، بينما ان نوت ده عدد الذرات الاصلي.
طبعا الاي ده مش رمز حاجه، ده للداله الاسيه المفروض تبقى خدتوها في الرياضه. لامدا ده ثابت التحلل اللي هو بنسميه الديكي كونستانت، بينما تي ده التايم. طيب انا عندي المفروض من معلوماتي برضو، دي معادله لوحديها صغننه، دي رقم 2، دي ممكن تجيني عليها مساله لوحديها صغننه، ان انا ثابت التحلل اللي هو الديكي كونستانت عباره عن لين 2 على تي هاف، لين 2 على فترة عمر النصف، لأن 2 دي رقم ثابت على فكرة، فأنت ممكن تحفظه بسهولة، هو علامة 693، يعني قانون كما لو إني بقول إن اللمضة بتساوي 693 من 1000 على فترة عمر النصف. عايز فترة عمر النصف، هتبدل، يبقى فترة عمر النصف هتساوي 693 من 1000 على اللمضة. لو أنت عملتهم بسط ومقام كده هتلاقي الدنيا اللي أنا بقولها لك دي ماشية معاك بسهولة. طيب خلونا نرجع كده تاني. انا المفروض عندي ان اللمضة زي ما اتفقنا كده ان هي لين 2 على تي هاف. تي هاف دي ابقى فاكر كويس ان هي فترة عمر النصف، تي هاف هي فترة عمر النصف يا جماعة. طيب عندي حاجة اسمها الاكتيفيتي، الاكتيفيتي اللي هو الايه، الايه ده بيساوي ايه. لو طلعت كده الباراجراف فوق هتلاقي هنا مكتوب لك ان ايه، لو شايفين كده الماوس، ايه هنا بيساوي لامدا في ان، ايه بيساوي لامدا في ان. من المعادله الصغيره اللي هي ايه بيساوي لامدا في ان دي بتطلع معادله رقم 3. هي جايه منين؟ ان انا اشيل اللامدا واحط قيمته من معادله رقم 2 اهي، واشيل الان واحط قيمتها من معادله رقم 1 اهي. يبقى معادلة 3 دي جاية منين؟ جاية ان الـ A بيساوي لامدا في N اللي هي بيساوي حاصل ضرب معادلة 1 في 2، فهلاقي ln 2 على تي هاف مضروبة في N نوت E أس سالب لامدا تي. يبقى معادلة 3 دي الأكتيفيتي، الـ A ده بيجي منين؟ بيجي من ضرب الكلام اللي احنا بنقوله فوق ده. طيب أنا هيهمني إيه المعادلة اللي أنا هحفظها؟ أو إيه اللي أنا هشتغل عليه؟ خلينا نرجع كده نبص على المسألة بهدوء كده ونشوف انت محتاج حضرتك في مذاكرتك تحفظ ايه. المثال بيقول لي عندي كربون 14 decay to nitrogen and beta decay with a half life of 5730 year. يبقى انا عندي هنا كده ده فترة عمر النصف. فبيقول لك if 1 gram sample of carbon contain 15 disintegration per minute, what will be its activity after 10,000 year؟ انا المفروض هعمل ايه؟ ايه اللي انا هعمله يا جماعه؟ بصوا كده يا شباب بهدوء. اول حاجه انا هستفيد بفتره عمر النصف اللي هو مدهاني دي. اول ما يكون عندي فتره عمر النصف يبقى انا على طول هحسب الديكي كونستانت. الديكي كونستانت ده جاي من معادله رقم 2 اللي كنا لسه بنقولها فوق، من المعادله دي. هلاقي ان انا عندي كده اللامضة هتساوي لين 2، لين 2 ده هعملها بالآلة زي ما اتفقنا كده، هتلاقي رقم ثابت علامة 693 مقسومة على التي هاف اللي هو مديني قيمته 5730. طلع معايا فترة عمر النصف بالرقم ده، ومنساش ان الوحدة بتاعت طلع معايا الديكي كونستانت بالرقم ده، ومنساش ان الوحدة بتاعته هتبقى دايما باستمرار نفس وحدة الهاف لايف تايم اللي في المساله بس اس سالب 1، يعني لو داير يبقى داير ماينس 1، لان زي ما انتم شايفين ان العلاقه ما بين الاثنين عكسيه، واحد في المقام وواحد في البسط. لو كانت هاور هتبقى هاور ماينس 1، مينيت مينيت ماينس 1، وهكذا. طيب وبعدين هو طالب يحسب لي ايه؟ هو بيقول لك وات ويل بي ذا اكتيفيتي. طيب انا الاكتيفيتي ليها قانونين يا جماعه، ليها قانون رقم 3 وليها رقم 5 اللي انا عديته كده، قلت ان انا اوريها لكم داخل المساله. في رقم 3 محتاج عشان استخدم القانون ده يكون معايا قيمة العدد الذرات الأصلية. خد بالك هو مديني كتلة، بيقولك 1 جرام مش مديك عدد ذرات، مديك كتلة. أو إن هي يكون في رقم 5 إن أنا الأكتيفيتي بتساوي الـ E نوت مضروبة في الكلام ده. إيه الـ E نوت ده؟ الـ E نوت ده اللي هو كاتبها لي في المسألة تحت عنوان Disintegrations. Disintegrations دي هي الـ E نوت. يبقى انا هستخدم معادله رقم 5 عشان اجيب الاكتيفيتي، لان انا ببساطه هو مش مديني اعداد ذرات عشان اقدر استخدم معادله رقم 3.
يبقى الفرق ما بين 3 و5 ان هل هو مديني في المسألة disintegrations فهستخدم رقم 5 ولا مديني اعداد ذرات فهستخدم رقم 3. هستخدم رقم 5 وهلاقيها تعويض مباشر، عندي دي 15، دي الدالة الأسية زي ما اتفقنا اي اس، الكلام اللي موجود فوق ده اي اس، دي على فكرة اللي انت بتجيبها لما بتدوس على الشيفت وال والاس اللي هو هتطلع لك كده في الآلة 10 اس كذا او 10 اس مربع كده، هي دي الدالة الأسية، وهتكتب انت في المربع جواه الكلام ده، بس ما تنساش ان في سالب فوق. الكلام ده جاي منين؟ الكلام ده جاي من الرقم اللي انا حسبته اللي انا جبته اللي هو اللمضة من فوق اهو موجود بالفعل، واحط قدامه السالب ما انساش في ال 10000 جايه منين. ال 10000 هو بيسالك بيقول لك ان الاكتيفيتي هتبقى امتى؟ بعد 10000 سنه. يبقى انا هنا هعوض وهتطلع الوحده بتاعت الاكتيفيتي، انا مستخدم حاجه اسمها ديسنتجريشن، الوحده بتاعتها بتطلع ديسنتجريشن بير مينيت، وخد بالك كويس انا مش هحول حاجه، هي وحده ثابته كده اسمها ديسنتجريشن بير مينيت، مش هحول الير لمينيت عشان ما تطلعش رقم ضخم جدا بالملايين، لا هي على طول باستمرار، خلي في بالك بس ان انت عارف ان هي الوحده بتاعتها ديسنتجريشن بير مينيت. طيب خلينا ناخد اكزامبل تاني، بيقول لك عندي الكوبالت ديكي ويز ا هاف لايف اوف 5.27 من 100 يير تو بروديوس نيكل، عندي ثلاث مطالب عايزينهم، وات از ذا ديكي كونستانت، عايزين نحسب الديكي كونستانت، عايزين نحسب الفراكشن اوف سيمبل يعني هيتبقى قد ايه من العينه بعد 15 سنه، وبيقول لك في رقم 3 هاو لونج داز ات تيك، هتاخد وقت قد ايه تو ديسنتجريت تو 2% اوف اوريجينال اماونت، يعني هتاخد وقت قد ايه عشان يتبقى 2% من عدد الذرات الاصليه. خلينا نبص كده مطلوب مطلوب، اول حاجه وعايز يحسب الريت بتاع الديكي او الديكي كونستانت، دي ببساطه خالص زي ما اتفقنا القانون الصغنن ده اللي احنا قلنا ممكن يجي عليه مساله لوحده، ان هو هيساوي لين 2 على الزمن اللي هو مديهولي، هو برضو مدينا الزمن اللي هو 5.2 ده بالسنين، وبالتالي هتطلع الوحده هنا يير ماينس 1، فالمطلوب الاولاني ده ما فيهوش مشكله، انا كده حسبت الديكي كونستانت. طيب بعد كده هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ذا فراكشن اوف كوبالت، عايز احسب الفراكشن بتاع الكوبالت بعد مرور تايم معين، ده هجيبه منين؟ خلوني نرجع كده تاني للقانون بتاعنا فوق عشان اوريها لكم جايه منين. المعادله رقم واحد دي اللي هي ان بتساوي ان نوت اي اس سالب لامدا تي، لما يقول لي في مساله عايز احسب الفراكشن هيتبقى الفراكشن قد ايه، معناه ان انا عايز ان على ان نوت، معناه عايز ان على ان نوت، يبقى انا ببساطه كده لو جبت الان نوت دي في المقام ايه اللي هيتبقى؟ هيبقى ان على ان نوت بيساوي اي اس سالب لامدا تي، اللي هو نفس الكلام اللي حصل هنا ده. تعالى كده المطلوب المساله، فبيقول لك كده انا عندي ان على ان نوت ان تي دي اللي هي الان يعني اللي عند مرور تايم تي بتساوي الجزء اللي باقي من المعادله، هي المعادله كانت بتقول ان الان تي دي بتساوي ان نوت في الاي اس كذا، فانا عندي ان تي على ان نوت هتساوي الرقم ده او هتساوي المقدار ده، عندي اللامدا لسه حاسبها اهي اللي هي 132 كانت لسه موجوده في المطلوب الاولاني اهو، وعندي التايم بتاعي 15. طبعا هنا دي ملهاش تمييز لانها كميتين قد بعض مقسومين على بعض، فانا هنا كده طلعت لي 13%، ليه؟ الرقم اللي هيطلع لي هنا ان على ان نوت ده ما انساش هضربه في الميه لان انت عايز نسبه مئويه، وبقول لك هيتبقى كسر قد ايه، فالرقم اللي هيطلع لي هنا هضربه في 100، وهقول ببساطه كده ان بعد 15 سنه لقيت ان انا هيتبقى 13.8%، جايه منين 13.8%؟ زي ما بقول لك كده هنضرب الرقم اللي طالع هنا في 100، فالعلامه هتتحرك رقمين يبقى 13.8%. المطلوب الاخير ده محتاج شويه رياضه منك، فين الرياضه بقى؟ هو بيقول لك ان انا عايز التايم اللازم عشان يتبقى 2% من العينات الأصلية، التايم اللازم عشان يتبقى 2% من العينات الأصلية عاملها ازاي؟ خلينا نرجع تاني لمعادلة رقم واحد عشان اقولك حاجة رياضية كده اذا كنت ما تعرفهاش.
دلوقتي انا عايز في المعادله دي التي. طب التي دي موجوده في الاس، اعمل ايه؟ عشان تطير الداله الاسيه بتاخد لن الطرفين، عشان تطير الداله الاسيه بتاخد لن الطرفين. يعني ايه؟ انا دلوقتي بقول ان على ان نوت بتساوي اي اس الكلام ده، ان على ان نوت اكتبها عندك كده، ان على ان نوت بتساوي اي اس سالب لامدا تي. عشان اطير الاي دي هاخد لن الطرفين، هيبقى عندي لن ان على ان نوت بيساوي لن مع الاي دي طارت ويتبقى الاس. فلاقي مكتوب لي ايه في النهايه؟ هلاقي كده مكتوب لي لن ان على ان نوت بيساوي سالب لامدا تي. هقولها لك تاني، عشان تطير الاي باخد لن الطرفين، فانا هجيب الان نوت في المقام تحت هنا بحيث ان هي تبقى ان على ان نوت زي ما كنا لسه بنحلها كده، ان على ان نوت بتساوي اي اس سالب لامدا تي. خد لن الناحيتين، هيتطلع لي هنا لن، لن ان على ان نوت، والناحيه الثانيه لن اي دي بيطيروا بعض، يبقى عندي لن ان على ان نوت بيساوي سالب لامدا تي. اقدر اجيب التي لوحديها في طرف؟ اه طبعا، هتبقى التي لوحديها هتساوي ايه؟ هتساوي لن ان على ان نوت على لامدا، وطبعا في اشاره سالب، وممكن على لامدا دي افصلها لوحديها، بدل ما هي لن ان على ان نوت على لامدا ممكن اخليه واحد على لامدا ده لوحده كده. انا كده ما غيرتش حاجه، ما هو واحد في الكلام ده هو هو. طيب خلينا نرجع تاني، انا عايز احسب التي معايا قيمه اللامدا من المطلوب الاولاني، ولكن انا ما عنديش عدد الذرات ده، هجيبه منين؟ هو بيقول لي انا عايز احسب التايم لما يتبقى 2% من القيمة الأصلية. 2% من القيمة الأصلية دي يعني إيه؟ يعني 2 على 100 من الـ N نوت، مش الـ N نوت ده العدد الأصلي بتاعي. يبقى ما أقول 2% منه، يبقى 2 على 100 اللي هي 2 من 100، يعني 2 من 100 من قيمة الـ N نوت. فلما تيجي حضرتك هنا تعوض، خلاص أنا اللامدا عندي أهو، هشيل إن تي دي اللي أنا مش عارفها وهحط بدلها 2 من 100 ان نوت على ان نوت، الاتنين طيروا بعض، ويطلع لي العملية الحسابية نهايتها في الآخر 29.6. يبقى أنا بعد مرور 29 سنة هلاقي إن أنا هيتبقى 2% من الكمية بتاعتي. ده بكل بساطة. طيب وبعدين إيه الموضوع اللي هندخل فيه تاني؟ بعد كده يا جماعة هتلاقي في عندك عنوان بيقولك decay methods أو way of decay، اللي هي خطوات التحلل أو طرق التحلل. أنا برضو دي مش عايزك تعرف فيها أكتر من المعادلات. بالنسبة للبيتا هتلاقيها مكررة بقى، هنا يعني عمال يخرج جسيم بيتا، اللي بيحصل هلاقي إن العدد الذري بيزيد واحد زي ما اتفقنا، واللي فوق زي ما هو، عمال هي 57 58 59، فدي ما فيهاش جديد. خروج النيوترون، النيوترون هيأثر على ايه؟ النيوترون 0 1 0 1. ليه 0 1 وليه اللي فوق كان البيتا سالب واحد تحت وفوق 0؟ لان الرقم اللي تحت داخل دراستنا في الكيمياء النووية، الرقم اللي تحت ده بيعبر عن الشحنة، فانا عندي النيوترون مشحون، لا مش مشحون، متعادل، والواحد ده بيعبر عن الكتلة. اتفقنا ان انا كتلة البروتون والنيوترون بتساوي الوحدة، لما قلنا ساعتها ان الالكترون بيساوي 1 على 1836. فهنا عندي برضو مش هحتاج اعرف غير المعادله، بما معناه ان النيوترون اضيفه للجسيمات اللي كنا لسه بنتكلم عليها من شويه، هيعمل ايه؟ هيقلل العدد الكتلي واحد، والذري هيفضل زي ما هو. مش عايز كل الكلام اللي فوق ايه ده ما تحفظش فيه حاجه. البوزيترون ايميشن، هلاقي ان البوزيترون اللي هو الاي، هلاقي ان هو عكس البيتا. البيتا كانت بتزود العدد الذري بمقدار واحد وفوق زي ما هو، هلاقي هنا البوزيترون لا، ده هو هنا كان 10 بقى فلور 9، يبقى قلل وفضل فوق زي ما هو. مش مشكله خالص الفي اي دي، شيلها من المعادله سواء فوق ولا تحت، مش فارقه معايا في حاجه، انا هاممني هنا وجود البوزيترون اللي هو خرج. يبقى البوزيترون هيقلل العدد الذري واحد، والكتلي هيفضل زي ما هو. الالكترون كابتشر اللي هي الظاهره اللي انا ذكرتها لكم في اول محاضره خالص، ان انا النواه تشد الكترون، وده بيؤدي لايه؟ الالكترون طبعا هيبقى شبه جسيم بيتا، مشحون من تحت بسالب واحد وكتلته مهمله،
بزيرو، زي ما بقول لكم الرقم اللي تحت ده الشحنة واللي فوق ده بيعبر عن الكتلة. لما شدت الكترون حصل ايه؟ خد بالك ان هنا مش خارج لي الالكترون ولا بيتا في الاشعاع، مش خارج في النواتج، ده هنا متفاعلات. فيبقى 6 ناقص 1 تديك عدد ذري 5، اللي هو مين عدده الذري 5 في الجدول؟ البورون. يبقى انا هنا ظاهرة الالكترون كابتشر دي بتؤدي لايه؟ ان لما النواة بتشد الكترون، الالكترون ده بيتعادل مع بروتون من اللي موجودين جوه، فيقل البروتونات 1. لما تقل البروتونات 1 يبقى انا كده بقول ان العدد الذري قل 1، لان العدد اللي تحت ده هو عدد البروتونات. وبالتالي كده اما النواة يحصل انها تشد الكترون، ده هيؤدي لايه؟ هيقل العدد الذري بمقدار 1. البروتون ايميشن دي مش عايز فيها حاجة أكتر من أنت بعرف إن هو بيحتاج طاقة عالية جدا بتوصل ل 8 ميجا إلكترون، عايزة 8 ميجا إلكترون فولت عشان تحصل. طيب هنا في عندي مثال بسيط قوي بيقول لك كالكوليت ألفا أند بيتا بارتكل ويتش إميتد فروم كونفرشن أوف راديوم تو بي بي الرصاص. بيقول لك أنا عندي كده الراديوم أهو ومديك العدد الذري والكتلي، اتحول الى البي بي، فعايز اعرف هيخرج قد ايه جسيمات الفا وقد ايه جسيمات بيتا. الموضوع ده ببساطه يا جماعه بيتم عن طريق مساواه العدد الذري في الطرفين والعدد الكتلي في الطرفين. تاني، الموضوع ده حله هيتم عن طريق مساواه العدد الذري في الطرفين والعدد الكتلي في الطرفين. ازاي؟ هنبتدي اول حاجه نساوي الماس نمبر، وخد بالك ان انا هساوي الماس نمبر مش الاتوميك، مش بمزاجي، وهقول لك ليه اثناء الحل. خلينا نساوي كده الطرف اليمين والشمال مع بعض في ناحيه الماس نمبر. العدد الكتلي عندي هنا ايه؟ عندي في المتفاعلات 218 اهي، وعندي في العدد الخاص بالنواتج عندي 206، وعندي اكس اللي هي المجهوله دي اكس في 4 تديني 4 اكس، وعندي الواي المجهول من البيتا هضربه في العدد الكتلي بتاع البيتا اللي هو 0 فيبقى 0 واي. خلاص كده كأن مفيش واي. فعندي كما لو ان المعادله بتقول لك ايه؟ ان 218 بتساوي 206 زائد 4 اكس، يبقى 4 اكس هتساوي 218 ناقص 206 اللي هي 12، يعني 4 اكس بتساوي 12 تبقى الاكسال واحده ب3. ليه سويت العدد الكتلي؟ اشمعنى؟ لان العدد الكتلي هنا في حاله البيتا بزيرو. اذا كان انا بساوي العدد الذري، لا ده في رقم، هيبقى عندي مجهولين. يعني بص كده لما جينا نعملها في مساواه العدد الذري، هتلاقي ان انت عندك 84 على الشمال بتساوي 82 زائد اكس في 2، انا بضرب المجهول دوت في العدد الذري بتاع الحاجه 2 اكس ناقص سالب 1 في الواي سالب واي. لو انا عملت دي خطوه في الاول هيبقى عندي اكس وواي الاثنين مجهولين، مش هعرف احل حاجه. فانا اجباري غصب عني لازم اساوي الماس نمبر الاول الاعداد الكتليه عشان ما يبقاش عندي مجهول غير الاكس، لان الواي كده كده طايره لان مفيش كتله موجوده للبيتا. بعد ما حصل ان انت جبت الاكس اللي هو العدد بتاع الجسيمات الفا، هيبقى سهل في المعادله هنا ان انت تشيل الاكس وتحط قيمته. فهتقول 84 بتساوي 82 زائد 2 في 3، جت منين 3 اللي هي قيمه الاكس ناقص واي، وودي طبعا الواي الناحيه الثانيه هتطلع معايا في النهايه الواي ب4. يبقى انا هنا لما تجيني مساله زي دي انا كده ببساطه بعمل ايه؟ هكتب المعادله بتاعتي، هو مديني اساسا كده كده النواتج والمتفاعلات، وهكتب اكس من الفا وواي من بيتا، وابتدي احسبهم عن طريق ان انا اساوي العدد الكتلي في الطرفين، هيحسب لي كده الاكساي. بعد كده اساوي العدد الذري في الطرفين، وبدلاله قيمه الاكس اقدر اجيب الواي. هي صغيرة جدا بس انت جربها كده بهدوء هتلاقيها سهلة. بعد كده في عندك جدول بيقول لك الفرق ما بين الكيميكال رياكشنز والنيوكلير رياكشن، مش عايزه في حاجة، انت اقرأ لنفسك لان دي مبادئ بسيطة قوي ان انت تكون عارف الفرق ما بين التفاعل النووي والتفاعل الكيميائي. ولكن العنوان اللي وراه ده يهمني اللي هو النيوكلير فيجن والنيوكلير فيوجن، الانشطار والاندماج النووي. عايزين نبقى عارفين المقارنة دي وجت قبل كده في الامتحان. فيجن اللي هو الانشطار، وفيوجن اللي هو الاندماج. فمبدئيا كده ايه تعريف الاثنين، او انا الفرق ما بين الاثنين ايه؟ ان طبعا الفيجن من اسمه انشطار، يبقى هيحصل سبليتنج، انقسام
للارج اتوم ان هي تتحول الى اتنين او اكتر من الذرات الصغيره. بينما الفيوجن هيحصل العكس، هو فيوزنج، اندماج ذرتين او اكتر عشان تكون واحده كبيره. بالنسبه للناتشرال occurrence of the process، يعني هل هي بتحصل في الطبيعه لوحدها ولا لا، بلاقي ان الفيجن doesn't normally occur in nature، ما بيحصلش لوحده، لازم تدخل منك. بينما الفيوجن بيحصل لوحده في النجوم، على سبيل المثال الشموس اللي هي موجوده في المجرات. الباي برودكت، هل في نواتج جانبيه بتتكون؟ فهنا بيقول لك ان انا الفيشن بيعمل لك ميني هايلي راديو اكتيف بارتكلز، بيكون حاجات عاليه قوي قوي قوي. الناحيه الثانيه عشان ما تتعبش نفسك بالكلام ده كله والتريجر دي موضوع هيفتح منك في حاجات تاني، فعشان نسهل على نفسنا هستبدل بس كلمه هاي راديو اكتيف بارتكلز بالناحيه الثانيه تبقى لو راديو اكتيف بارتكلز. يبقى هنا الباي برودكت ده عنده طاقة إشعاعية عالية، بينما هنا هيكون لو، هستبدل هاي بلو مش أكتر، مش لازم تحفظ كل دي. طيب الكونديشنز، بنقول إن أنا هنا عشان تحصل فهي مطلوب إن أنا أوصل لحاجة اسمها الكتلة الحرجة اللي هو بعدها بتبدأ يحصل إشعاع للمادة. فهنا شروط حدوث الفيجن يكون عندي كريتيكال ماس للمادة ويكون عندي هاي سبيد نيوترونز اللي هو القذيفة اللي أنا بقذف بيها. كنا من شوية كنا بنتكلم إن أنا ممكن تكون الطاقة بتاعت القذيفة بطيئة أو سريعة، هنا أنا محتاج إن هي تكون سريعة. الناحية التانية محتاج إن أنا المادة بتاعتي تكون هاي دينستي، كثافة عالية، ومحتاج درجة حرارة عالية عشان يحصل الفيوجن. الطاقة المطلوبة هنا بتكون ليتل إنرجي، بينما هنا بتكون هاي إنرجي، ودي أعكسها مع الباي برودكت اللي إحنا لسه متكلمين عليها. يعني دي عشان تحصل محتاجة طاقة قليلة ولكن بتخرج نواتج طاقتها عالية، بينما دي محتاجة طاقة عالية عشان تحصل وبتخرج لي نواتج طاقتها منخفضة. الانيرجي ريليزد هنا الطاقة اللي هتنطلق، هنا بيقولك ان الطاقة اللي هتنطلق دي مليون تايمز greater than chemical reaction، يعني هتطلع طاقة قد التفاعل الكيميائي العادي مليون مرة، مليون مرة. خد بالك بقى الناحية التانية بيقولك ايه، ده هيخرجها من 3 الى 4 اضعاف قد الفيجن، يعني ده هيخرجها 3 الى 4 مليون مرة قد التفاعل الكيميائي العادي. يبقى مين في الاتنين دول طاقته اكبر، الفيجن ولا الفيوجن؟ الفيوجن. يبقى هنا الفيجن قد الكيميكال رياكشن مليون مرة، بينما هنا الفيوجن قد الفيجن 4 مرات اصلا، يعني 4 مليون مرة. النيوكلير ويبون اللي هي الأسلحة النووية اللي ممكن تستخدم فيها الموضوع ده، ودي هتجيلنا في الشابتر الأخراني، هنا ممكن أعمل الفيجن بومب اللي هي القنبلة الانشطارية اللي هي ليها اسم تاني القنبلة الذرية، الأتوميك بومب أو الأتوم بومب. بينما هنا القنبلة دي بتخرج لحاجة اسمها الهيدروجين بومب، والهيدروجين بومب دي ليها طاقة طبعا عالية جدا جدا جدا. احنا في التاريخ بتاعنا حصل ان القنبلة الانشطارية او الذرية دي اللي هي اترمت على هيروشيما وناجازاكي في الحرب العالمية التانية، لكن الهيدروجينية ما اترمتش على حاجة لان قوة التدمير عالية جدا. الانرجي اللي بتنتج هنا بنقول ان انا الفيجن بينتج لي طاقة بقدر استخدمها في النيوكلير باور، في المفاعلات النووية، بينما الفيوجن بستخدمها في ال producing power اللي انا بستخدمها في التكنولوجيا المختلفة. وهيجي لنا برضو في الشابتر اللي جاي عنصر عنصر هنعرف هو بيستخدم في ايه، في الصناعة والزراعة والحاجات دي، عشان ما نضيعش فيها وقت. هنا اعرف بس ان انا هنا بستخدمها في المفاعلات وهنا في الصناعة او توليد القوة، producing power ان انا اولد قوة. الوقود المستخدم عشان اتم العملية دي بحتاج هنا ان انا استخدم اليورانيوم، بينما هنا بحتاج ان انا استخدم الهيدروجين ايزوتوبس اللي هو اتكلمنا عليها في المحاضره الاولانيه اللي هو H1-2 وH1-3 اللي هم الديوتيريوم والتريتيوم. دي كده ببساطه المقارنه ما بين الفيجن والفيوجن، وكده يبقى خلص شابتر 2. وكل سنه وانتم طيبين، اللي عنده اسئله برضو يقدر يعلق تحت الفيديو. كده يا شباب احنا خلصنا شابتر 2 اللي اتكلمنا فيه في كل الموضوعات اللي احنا اتفقنا عليها وقلناها دي في بداية الفيديو ده. ارجو ان انتوا تذاكروا كده اول باول، واللي عنده اسئلة يعلق تحت الفيديو عشان الدنيا ما تبدأش تتراكم فوق بعض.
واشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.